الثالثة مقطوعة والثلوج عم تتساقط على ارتفاع 200 متر وانخفاض كبير بدرجات الحرارة وممكن تخف العاصفة بكرة الجمعة على أنه تنحسر السبت. لذلك نتمنى على المواطنين أنهم يسوقوا على مهلهم خصوصا على الطرقات الجبلية وينتبهوا من الخطيطة ويجهزوا سياراتهم بالسلاسل المعدنية وأكيد الأنتيجيل ومنحذر من تكون الجليد على الطرقات فجرا ومساء. أما الطقس اليوم بلبنان فغائم جزئيا مع أمطار خفيفة نهارا وثلوج ابتداء من 200 متر مع انخفاض إضافي بسيط بدرجات الحرارة وبيتحسن الطقس تدريجيا. أما معدل تساقط الأمطار ببيروت المطار فصار متساقط لها السنة 645، السنة الماضية 304 والمعدل العام هو 362. 3 تحت الصفر بعكار، طرابلس 8، جبال 8، برمانة 7، بيروت 8، بيت الدين 3 تحت الصفر، صيدا 7، صور 8، بنت جبال 3، نبطية 3، رشية درجة، زحل 3 تحت الصفر، بعلبك درجة تحت الصفر، الأرز 8 تحت الصفر، والهرمل 6، والرطوبة عم تتراوح بين 55 و95%، حرارة سطح الماء 18 درجة، وسرعة الرياح بين 15 و35 كيلومتر بالساعة، والريحة بتكون جنوبية إلى شمالية غربية. أما كيف رح يكون طقس اليومين الجايين؟ خلينا نشوف سوا. لليلة رح توصل درجات الحرارة لثلاثة أقصى جولة على معدل درجات الحرارة ببعض العواصم العربية والعالمية. كتشي باي.